السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة ومعلومة جديدة سور كيزاكو.com. الحصة دي اليوم هي حصة من حصص لونغاج جافا. غنشوفو فيها كيفاش كنديكلاريو لي فاريابل او نيفو ديال جافا. اول حاجة انا خدام بنوت باد بلس بلس، نتوما تقدرو تخدمو باي ايديتور اخر سواء اكليبس نيت بينز اي دوتر. انا كنفضل نكتب بهذا انه بسيط جدا واخا ما كيوفرش هذيك المساعده وما مود كومبيلاسيون، ولكن انا كنفضل بور ديماري نخدمو بهذا باش نشوفو في حصص اخرى كيفاش انستاليو اكليبس وكيفاش انستاليو نيت بينز باش نخدمو بهم. اوكي، هنا كنقول اون فاريابل. اون فاريابل سي كوا؟ شنو هو فاريابل؟ فاريابل هو اون زون ميموار اللي كنحط فيها واحد لا فالور. لا فاريابل باش كنديكلاريه زعما كيفاش لا فورم، بحال هكا كنكتب لو تيب اسباس وكندير لو نو لا فاريابل ديالي وكندير بوان فيركول. هذا هو الشكل العام ديال ديكلاراسيون ديال اون فاريابل. لي تيب اللي كاينين كاين بوليان سبو بوليان، كاين بايت، كاين شورت، كاين تشار، كاين انت، كاين فلوت، كاين دابل ردوبل، وكاين لونغ. بوليان كما لو نون لانديك هو سيون فاريابل كي بو افوار سوا لا فالور فري ولا لا فالور فو، يعني يا صحيح يا خطا او لا يا صفر يا واحد زيرو و ان بايت. قبل بعدا عندك بوليان كيتكودي فيها سيغ اون سول بيت، يعني كيهز اون سول كاز زون ميمو اون سول كاز ميموار، يعني لاطاي ديالو هي اون بيت. البايت هو الوقتي، يعني فاريابل اللي تحط فيه 8 ديال لي بيت. ما تكونش قريتو في فلاش تيكشور ديال الاورديناتور ديالكم، حيت كما عارفين لي زون ميموار كيكونوا فيهم دي بيت، وشاك وي بيت كتكون هي اوكتي. ملي كنقول بيت بيت راه هي معلومه. دونك انا بايت سي بحال لا كتقول واحد لا زون ميموار ديال وي بيت اللي كنستوكي فيها لا فاريابل ديالي. شورت سو سون لي زونتي كور، يعني ان كنخدم بواحد العدد صحيح طبيعي لي لا طاي ديالو ليميتي، ماشي شي عدد كبير، فهمتي؟ لا شار لو تيب شار هو لو كاركتير. ملي كنقول كاركتير يعني انا كنقصد بها لي ليتر بحال ا كسا سوا مينيسكول ولا ماجيسكول ولا لي زيسباس، ولا نقدر نقول هاد مثلا روتور على لين كاريج ريتيرن اي دوتر. قدروا حتى صفر حتى ثلاثة، المهم لي كاركتر. لي كاركتر كاين واحد الطابلو قداش عملاق فيه تو الكاركتر بوسيبل. انت سي اونتي ما عليه لا شروط لا والو، يعني لو طاي ديالو لا طاي ديالو كتكون موين. فلوت سي تان ريال لي تا هو لا طاي ديالو موين. دوبل سي ريال و لونغ تا هي سي تان اونتي. لا ديفيرونس بين هاد اونتي وهاد اونتي سي كو هاد لونتي هذا كيتكودا سور 32 بيت، بينما لو لون كيتكودا سور 64 بيت. يعني ان لا طاي ديال ان لون كتكون كبيره بارابور لا طاي ديال لان لونتي انت زعما. وفلوت تا هو 32 بيت، بينما دابل كيكون سور 64 بيت. اوكي، يعني هنا لاطاي كيشونج. الا كان عندي مثلا انا باغي واحد الغيه اللي لاطاي كبيره، كنقول طاي كبيره يعني في دي شيفخ بزاف بحال هذا 3 4 5 6 7 8 100. فاصله فاصله عنده ماشي هي هكا، فاصله هي نقطه وهذا. جو بريفير نديفينيكم كوميتون ان دوبل بلوتو كو نخدم به كوميتون ان فلوت. اوكي، هادو هما لي تيب لي غران تيب اللي عندنا.
خصنا نخليهم هنا باش نعقلوا عليهم. كيبقى لي نود لا فاريابل. دابا في لي نود فاريابل كاينين دي كونديسيون، كاين شي واحد الشروط اللي خصنا نتبعوهم. الشروط هي التاليه: فاريابل كوموس باغ اون لتر، يعني بحرف. إلي ريكوموندي انه يكون مينوسكول، يعني ما نكتبش فاريابل نسميه شيفر وندير انتي لا بروميير لتر ماجيسكول. من الاحسن بلاش، من الاحسن واليوم نكتبها بحال هكا، نكتبها بحال هكا مينيسكول. لا بروميير لتر نديرها مينيسكول. اوكي، لا دوزيام رمارك هنا او نيفو ديال لي نود فاريابل، سي كو مر اون فاريابل ما كتبدا بسميتها فاريابل، كتبدا بان شيفر، يعني كتبدا بعدد. يعني ملي نجي نكتب واحد لا فاريابل عندي هو 8 اكس، هذا راه جينيري ليا ايرور. مي الا درت اكس 8 هادي سي اوكي، ما يقول لي والو، لان قلنا انا كدب لاتر. نقدر ندير لاسباس، نقدر زعما ندير تيري ديال الويت، تيري ديال السيس، فهمت؟ ابار سا لا. يلا قلتها دابا ثاني لا فاريابل نو كونتيان با ديسباس. كومبيلاتور كيعرف الا جيت كتبت ليه واحد لونتي اللي سميتو اكس ايغريك زد اي زد كما سميتها، هذا راه ما يفهمهاش، هذا راه طلع لي ايرور. علاش؟ حيت كاين اسباس هنا وكاين اسباس هنا، ترى هادي بوحدها غلط، راه هاد الاسباس هذا راه سيكوز ان بروبليم. الا بغيت كوريجي اش غندير؟ خصني ندير شي سامبول، نكتب انت ونسمي اكس، ندير تيري ديال ويت ايكغيك مثلا، ياك. والمعلومة الشرط الرابع وهو ان ماشي شرط انما معلومة، وان نقدر نديكلاري ان نود فاريابل طويل كيما بغيت. نقدر نقول ليه لا طاي ني با ليميتي، فهمتي؟ واخا الي ريكوموندي ان ما نديرو السميات يكونوا سينيفيو، يعني تكون واحد السميه عندها معنى، ما نديكلاريش شحال فاريابل نسمي اكس. من الاحسن وانا كنقصد به مثلا عدد الساعات، من الاحسن ندير انت ونكتب نومبغ اوغ، هادي احسن، هادي سي ريكوموندي بلوتو كو هادي ريكوموندي. على هادي سي با ريكوموندي، يعني ما كنصحش بها، نصحش بها الاصدقاء ديالي انهم يديروا ليا انت اكس في البروغرام ديالهم، لان غدا ولا بعد غدا غيبغى يعرف هاد اكس لاش كتصلاح. بينما ملي كيجي يكتب نومبر اور كيعرف بان في البروغرام ديالهم اللي غيجي يقرا غيعرف بان هاد لا فاريابل فا كونتونيغ لا فالور ديال لو نومبر دور. ثالث حاجه في هاد الدرس ديالنا وهي الا بغيت نديكلاري، دابا غنجمعوا هادشي ونديكلاريو. مثلا باغي نديكلاري ان بوليان، اش غندير ليها؟ غندير لو تيب بوليان وغنكتب بحال هكا اتيل كومبري، فاريابل سميتها اتيل كومبري. واش فهمتي؟ نقدر نعطيها لا فالور فري كيما نقدر نعطيها لا فالور فوس. اوكي، بغيت ديكلاري ان بايت، ان بايت نسميه ايماج. ما غالبا لي بايت كتستعملوا لي زيماج لي سون ايتترا، لي بحال هكا دول لي زانفورماسيون اللي ما كاينينش هنايا. اي حاجه خارجه على هاد لي تيب، بغيت ديكلاري شي حاجه ما كايناش تما كنقدر نخرجها برا، نقدر نديرها زعما لو تيب بايت. بين ديكلاري ان شورت سميه نومبر اتسيتيرا، شي كدير لو تيب شار، عندك سميه برومي كاركتير مثلا اتسيتيرا. تقريبا هادشي اون غرو هادشي اللي كاين في لابارتي ديكلاراسيون او نيفو ديال لي فاريابل. في حصه اخرى ان شاء الله غنشوفو كيفاش نقدرو هذاك لا فاريابل هانا ديكلاريتو وي بغيت نحط فيه اون فالور، كي كندير ليها
ان شاء الله تشوفوا معايا في حصه مقبله ان شاء الله سور كيزاكو.com. كان معكم رضوان، السلام عليكم.